أخيرا استجمع علي شجاعته وسيتقدم لخطبة إيزو. ومع ذلك، إيزو ليس هناك. اختطاف إيزو على يد بكير يحشد كافيدان. أثناء محاولته بهدوء إنقاذ حفيده، يدرك علي أن إيزو قد تم اختطافه ويقوم بتعبئة قوات الدرك وبينما يتحول الوضع إلى عملية بحث واسعة النطاق، يصبح كافيدان عالقا أكثر. بينما يكافح لإقناع بكير وأخذ إيزو بأمان سيأتي شخص لم يتوقعه أبدا سحر بينما يخوض إيزو مواجهته الأخيرة مع بكير، تصل سحر عندما تعتقد أن الأمر قد وصل إلى نهايته حياة إيزو الذي لم يكن يعلم أنها أخته الكبرى أصبحت الآن بين يديه عليه أن يتخذ قرارا هل سينقذ إيزو أم سيدير ظهره ويرحل؟ هاروين من ناحية أخرى عالق بين نرمين وأسلي إن ضغوط والتزامات النساء من حوله تدفعه تدريجيا إلى الجانب المظلم بينما يتعامل الجميع مع طرقهم المسدودة وألعابهم تظهر الحقيقة التي ستغير كل الموازين لن يعود شيء كما كان مرة أخرى إن التقارب بين إيزو وعلي الذي تحسنت علاقتهما بعد الحادث يمنح علي الأمل مرة أخرى سيضع الآن حدا لصمته طوال هذه السنوات لكن عدوا آخر ينتظر عند الباب سيقلب كل شيء رأسا على عقب أصبحت حياة إيزو وحريته الآن في خطر تشعر كافدا بالعجز أكثر فأكثر وتخيفها قوة إيزو الخارجة عن السيطرة أثناء محاولته الوقوف بقوة وصلابة يرتكب خطأ خطا كاد ان يكلفه حياته ايزو الذي اضعفه وتوقع ان يستسلم يظهر امام الجميع اقوى هذه المره الان يتم توزيع البطاقات مره اخرى ايزو واخرون سحر التي تم الكشف عن علاقتها مع بكير لم يعد لديها ما تخشاه لانه يعتقد ان ايزو احرق القصر يحاول إثبات ذنب إيزو ويجد ثغرة في النهاية من خلال التعاون مع القائد السلجوقي حصلوا على أدلة ستدين إيزو رسميا لكن إيزو لا يعرف الخوف بشكل غريب لأن هذه العملية الصعبة برمتها أدت إلى تقوية إيزو بدلا من إضعافه وهو مستعد لدفع الثمن اذا لزم الأمر حياة ايزو بين يدي هارون تحول نرمين ذلك الى فرصه عظيمه لكن لا يقع كافيدان ولا علي في هذا الفخ يجدون طريقه لاظهار وجه هارون ونرمين الحقيقي لايزو وازاله الثنائي تماما من حياتهم صراعات ومعارك ومواجهات وشهوه للانتقام الجميع اختاروا جانبهم والسيوف مسلوله وبينما يستمر التحقيق في حريق القصر لا يستطيع ايزو تبرئه نفسه في محكمه الضمير داخله انها ابنه والدتها وليست ابنه رسول وهي مستعده لدفع ثمن ما فعلته بينما تكافح جدته كافيدان حتى لا تفقده يبدا هارو ونرمين العمل ويبدآن في جذب ايزو الى جانبهما ايزو الذي يقاتل من اجل احلامه لديه شيئين يجب ان يتمسك بهما في هذه الحياه ذكرياته وما تركه له من أمه أي حفنة من الآمال ومع ذلك كل ما كان لديه أخذته عائلته المضطهدة فجأة إيزو لديه طريقتان فإما أن يستسلم أو يقاتل اختار القتال حتى الموت سحر التي تم الكشف عن علاقتها مع بكير لم يعد لديها ما تخشاه لأنه يعتقد أن إيزو أحرق القصر يحاول إثبات ذنب إيزو ويجد ثغرة في النهاية من خلال التعاون مع القائد السلجوقي حصلوا على أدلة ستدين إيزو رسميا لكن إيزو لا يعرف الخوف بشكل غريب لأن هذه العملية الصعبة برمتها أدت إلى تقوية إيزو بدلا من إضعافه وهو مستعد لدفع الثمن إذا لزم الأمر حياة إيزو بين يدي هارون. تحول نرمين ذلك إلى فرصة عظيمة، لكن لا يقع كافيدان ولا علي في هذا الفخ يجدون طريقة لإظهار وجه هارون ونرمين الحقيقي لإيزو وإزالة الثنائي تماما من حياتهم صراعات ومعارك ومواجهات وشهوة للانتقام الجميع اختاروا جانبهم والسيوف مسلولة وبينما يستمر التحقيق في حريق القصر، لا يستطيع إيزو تبرئة نفسه في محكمة الضمير داخله إنها ابنة والدتها وليست ابنة رسول، وهي مستعدة لدفع ثمن ما فعلته بينما تكافح جدته كافيدان حتى لا تفقده يبدأ هرو ونرمين العمل ويبدآن في جذب إيزو إلى جانبهما إيزو الذي يقاتل من أجل أحلامه لديه شيئين يجب أن يتمسك بهما في هذه الحياة ذكرياته وما تركه له من أمه أي حفنة من الآمال ومع ذلك كل ما كان لديه أخذته عائلته المضطهدة فجأة إيزو لديه طريقتان فإما أن يستسلم أو يقاتل اختار القتال حتى الموت سحر التي تم الكشف عن علاقتها مع بكير لم يعد لديها ما تخشاه لأنه يعتقد أن إيزو أحرق القصر يحاول إثبات ذنب إيزو ويجد ثغرة في النهاية من خلال التعاون مع القائد السلجوقي حصلوا على أدلة ستدين إيزو رسميا لكن إيزو لا يعرف الخوف بشكل غريب لأن هذه العملية الصعبة برمتها أدت إلى تقوية إيزو بدلا من إضعافه وهو مستعد لدفع الثمن إذا لزم الأمر حياة إيزو بين يدي هارونا تحول نرمين ذلك إلى فرصة عظيمة، لكن لا يقع كافيدان ولا علي في هذا الفخ يجدون طريقة لإظهار وجه هارون ونرمين الحقيقي لإيزو وإزالة الثنائي تماما من حياتهم صراعات ومعارك ومواجهات وشهوة للانتقام. الجميع اختاروا جانبهم والسيوف مسلولة وبينما يستمر التحقيق في حريق القصر، لا يستطيع ايزو تبرئه نفسه في محكمه الضمير داخله انها ابنه والدتها وليست ابنه رسول وهي مستعده لدفع ثمن ما فعلته بينما تكافح جدته كافيدان حتى لا تفقده يبدا هرو ونرمين العمل ويبدآن في جذب ايزو الى جانبهما ايزو الذي يقاتل من اجل احلامه لديه شيئين يجب ان يتمسك بهما في هذه الحياه ذكرياته وما تركه له من أمه أي حفنة من الآمال ومع ذلك كل ما كان لديه أخذته عائلته المضطهدة فجأة إيزو لديه طريقتان فإما أن يستسلم أو يقاتل اختار القتال حتى الموت سحر التي تم الكشف عن علاقتها مع بكير لم يعد لديها ما تخشاه لأنه يعتقد أن إيزو أحرق القصر يحاول اثبات ذنب ايزو ويجد ثغره في النهايه